بما قامت به قطر من بنية تحتية استثنائية على قارة العالم، وبالتالي سنطرح لنا في الموعد كل هذه يعني الأنواع. قد نلقى أنا مواطن أو مشجع مثلا من البرازيل. رجاء ورجاء. ملعب رجاء الملعب الكبير واللي هو الكبير اليوم. بطبيعة الحال اليوم كان عندي الشرف أنني أطرت ولا تقاسمت يعني بعد تجارب شخصية مع الزملاء الصحفيين الشباب في إطار هذه المبادرة اللي نظمتها جمعية العمل الاجتماعي الصحفي الشباب بشراكة مع المديرية الجهوية للشباب بجهة طنجة طوان الحسيمة. كنت سعيد لأنها كانت فرصة نتقاسم فيها تجاربي الشخصية في تغطية دورات رياضية كبرى. بطبيعة الحال اليوم المونديال يطو في المغرب، المونديال يطو في طنجة، وبالتحديد حفل الافتتاح اللي غيكون إن شاء الله ربي بعد أيام قليلة. حاولنا نتقاسموا مع الزملاء الصحفيين بعض الأمور التقنية اللي عندها علاقة يعني بالآليات اللي خصو تكون عند الصحفي باش من أجل تغطية تخدم صورة الوطن، تخدم صورة المدينة. كيف كنعرفوا جميع بان المونديال تو غيكون فيه هو حفل رياضي كبير وغتكون فيه يعني جماهير مختلف قارات العالم، وهي فرصه لتسويق الثقافه المغربيه، الحضاره المغربيه، العادات والتقاليد المغربيه. وهذا الدور بطبيعه الحال اللي غيكون الحمل الكبير هو الصحفي اللي خصو ينقل هذا الشيء بكل امانه وباحترافيه، ونتمنوا التوفيق للجميع. اكيد هذا عرس رياضي عالمي، وما كاينش شي عرس رياضي غينجح الا ما كانش وراءه جماهير كبيره. طنجة مدينة رياضية، مدينة عاشقة للرياضة، عاشقة لكرة القدم بالتحديد، وبالتالي أدعو الجميع باش يحضر بكثافة، وخاصة حفل افتتاح لأن هي نقطة الانطلاقة، وغتكون يعني المغرب غيكون يعني مركز أنظر العالم، ونحاولوا نجحوا هذا الحدث لأنه يخدم صورة طنجة وصورة المغرب في العالم.